طيب شايف ايه ممكن يستغله جوميز في ثغرات لدى افكار كولر؟ كولر عنده مشكله كبيره جدا في التفكير. الماتش الجاي بتاع الزمالك لاعب الزمالك اخر 10 دقائق او ربع ساعه هو عمل حاجه غريبه جدا في ماتش سيراميكا. ابتدى بفرقه فيها نقص 5 من الاساسيين وابتدى واحده واحده يرجع واحد واحد منهم لغايه ما ختم في الدقيقه 90 بالتشكيل اللي انا هقول لك عليه ده يا كابتن. شوبير وفي الاغلب مش هيلعب، يعني يلعب الشناوي، واختتم باكرم باك يمين للظروف الاصابه، وعطيه باك شمال، ورامي وياسر. ادي كده دول الاربعه اللي هيلعبوا بكره ان شاء الله. خط النص عمل ايه بقى في الدقيقه 60 و65 و70؟ لعب كوكا ومروان اتنين ديفندرات ومعاهم السوليه، عمرها ما حصلت، بقى لها مده ما حصلتش. ادي ثلاثه ديفندرات ماشي، ولعب حسين الشحات ووسام وامام او طاهر محمد طاهر. في الاغلب هيلعب فرقه كده، هيلعب كده عشان يمسك منك نص الملعب اللي مش عارف يمسكه بقاله ماتشين ثلاثه. حتى الماتش الاولاني اللي ضلبنا فيه اللي هو بتاع امام عاشور وكده، ده ما عرفش يمسك منك اللي هو بتاع الكاس كان اللي فهو مش عارف يمسك منك نص الملعب. طب اعمل ايه؟ هو فكر كولر كل مره كده، اعمل ايه؟ العب بثلاثه تفندر امسك نص الملعب، ده فكر. كان بيعمل الحركه دي لما يبقى كسبان في الدقيقه 65 يلعب بثلاثه تفندرات عشان يقفل الماتش. عمله مع الترجي لما كان كسب 1-0 هنا في النهائي بتاع بطوله افريقيا، لما كان كسب 1-0 ابتدى الترجي يهجم عليه، راح ملعب ثلاثه تفندرات عشان يقفل الماتش. هو مش عارف يلعب قدام جوميز، فاحتمال كبير يلعب بثلاثه تفندرات عشان يمسك منك نص الملعب ويعتمد على السرعات والقوه فيقفل نص الملعب. جوميز ازاي اتعامل مع يلعب بطريقته العادية اللي هو بلاي ميكر بتاعنا، اللي هو طبعا يلعب عبد الله السعيد يطلعه قدام شوية، كابتن أحمد ناصر يلعب وعايزه كده. الماتش اللي فات الجون اللي جابه يا كابتن أحمد كان من أحلى ما يمكن بتاع محمد حمدي، عارف دخل طب الناس ما خدتش بالها بالاتنين دخلوا في بعض، عارف مين؟ محمد حمدي وإبراهيم عادل، تعزموا على بعض بعد ما عدى أحسن اتنين لعيبة يعتبر، والاتنين اللي في المنتخب اللي بيلعبوا مع حسام حسن على هم دول اللي دخلوا في بعض. نصر ماهر اللي عملها، ايوه لما دخلوا في بعض ووقفوا وقعدوا يتخانقوا مع بعض ونصر راح فايت. يا ريت يكررها تاني، يروح الناحيه دي كتير، عمر جابر يروح من الناحيه دي كتير. طيب هعمل انا العب لعب العادي بتاع جوميز، مش هنالف خالص، محمد شحاته مكان زياد، نلعب اللعب بتاعنا الباصات الوان تاتش واتحرك، نلعب بفكره الاستحواذ. الفكره دي بتضايق نادي الاهلي قوي، ما بيعرفش يمسك الماتش، بتدي انا الجمهوري اللي هيبقى رايح وجمهوري هيبقى يعني نفسه بقى نادي الزمالك يكسب عشان المشاكل اللي احنا فيها دي، فيبتدي مجرد الاستحواذ لما يبقى معايا بيدي ثقه لجمهوري ولاعيبتي والناس اللي قاعده تتفرج على التلفزيون. زيزو عايزه يفوق قوي من الاول، دوره كبير قوي زيزو. الوينج ليفت بقى متشاله ده او مشا او كونراد او محمد حمدي اللي هيلعب واحد كونراد. منهم ليهم دور كبير جدا، والجزيره طبعا الحمد لله هو دايما متعود انه يجيب لنا جوان في ماتشات الاهلي. ممكن نشوف ناصر ماهر في الحته دي لان جوميز الحته الشمال لو عمل كده يبقى هيلعب محمد حمدي لجوه مع محمد شحاته ويخلي ناصر ماهر ناحيه الشمال. لو عمل كده، بس المشكله الحركه دي يا كابتن كان عملها امتى؟ لما كان في احمد حمدي النجم الكبير، اللعيب الكبير كبيره جدا طبعا. ان شاء الله يرجع بالف سلامه. كان بيلعب بقى بناصر ماهر ناحيه الشمال واحمد حمدي وعبد الله السعيد ودونجا. فكان ناصر ماهر يروح داخل لجوه ويلعب مع احمد حمدي ومع عبد الله السعيد، الثلاثه الحريفه قوي اللي طبعا احنا مفتقدين احمد حمدي، لعيب كبير جدا ان شاء الله يرجع بالسلامه، لعيب مهم قوي تكتيكيا في الملعب. طبعا. فاحنا هنستغل فكره ان في تشتت شويه في الفكر بتاع الجهاز الفني للنادي الاهلي، مش عارف يلعبك ازاي. اسيب لك الكوره ولا ادي لك الكوره ولا واخد انا الكوره؟ طيب الزمالك هعمل ايه معاه في الاستحواذ؟ مش عارف. هعمل ايه مع الجزيري في الكور؟ تقول بيلعبها له المسلوسي، عنده مشكله في السرعات مع المسلوسي، عنده مشكله ناحيه الشمال مع زيزو وعمر جابر، هيقفلها ازاي؟ واخد بالك؟ الناحيه الثانيه هو مش عارف ميتشا ده كويس ولا عارف محمد حمدي هيعملوا ايه؟ ما هو ما شافهمش كتير، واخد بالك؟ بيفكر دلوقتي مين اللي هيلعب في مكان دونجا؟ هيلعب محمد شحاته ولا زياد؟ طب محمد شحاته عمل فيري جود شو فيري جود بيرفورمانس مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد لما لعب في الحته دي، ما لعبش باك يمين، لما لعب في الحته دي هيقابله ازاي؟ هو بيفكر كتير، العبك بثلاثه تفندر ولا لعبك بامام عاشور بلاي ميكر ولا لعب امام عاشور وينج ليفت زي ما عمل الماتش اللي فات وما نجحش؟ هو عنده مشاكل في التفكير عشان يقابلك، هو عنده مشكله. هيعمل ايه مع جوميز؟ وجوميز زي ما انت شايف في المؤتمر كده فيري كول فيري كول، هادي جدا
فرقه كبيره وبيدي لها احترامها وكل حاجه، لكن انا هلعب عادي وعندي مشاكل في مع بعض اللعيبه بدايه كويسه هلعب عادي، وعندي لعيبه وعندي شيكابالا بره لعيب كبير، وعندي ناصر منسي لعيب كبير، وعندي عمر فرج هلعب، قال لك كده هستخدم التولز بتاعتي. صحيح. شايف ايه اللي الجوميز ياخد باله منه جدا حصل في مباراه بيراميدز من اخطاء من سلبيات مش عايز تشوفها بكره او بتشاور له عليها حصلت في مباراه بيراميدز؟ هقول له على حاجه، هقول لك على حاجه غريبه جدا مش عارف يعني هتزعل مني ولا هم يزعلوا مني ولا واحنا سيبنا ليه اوباما؟ السؤال كده جاء على خاطري يعني. ليه سيبنا اوباما؟ ليه نادي الزمالك ساب اوباما؟ ابن نادي الزمالك كابتن الناشئين لعيب بيلعب لي 10 هو ما فيش حد خلي بالك يعني نادي الزمالك يعني صح دائما وابدا بيحافظ على القوام، حافظ على فتوح، حافظ على عواد، يبقى الموضوع الناحيه الثانيه. كويس بالظبط عنده اوباما، بس انا يعني بتكلم فني ما بتكلمش اداري ولا مالي ولا ماليا ولا حاجه. بيلعب 9 بيلعب 10 بيلعب 8 بيلعب 6 لعيب بيظهر لك في اوقات كده يعني عمل لنا كارثه يوم الماتش. ما لعبش 6 خالص يعني في الناشئين كان بيلعب فيرود متاخر او فيرود او 10 لعيب عمل لنا مشكله في ماتش الزمالك في اخر جون اللي طبعا اللي هو اوف سايد ده اللي طبعا اوف سايد باثنين على فكره مش بواحد مش اوباما بس في واحد تاني كمان تقريبا المدافع احمد برافو عليك طبعا لان في ناس طبعا بتحب ايه تهيص وبصوا وجايبينها من الدرجه الثالثه وجايبين مش عارف ايه الصوره باينه جدا كابتن جمال الغندور كابتن جهاد جريشه كله قال لك ان الجون ايه اوف سايد لكن هو لعيب بيمتاز بالكور دي يعني المهم خلاص هو حصل اللي حصل لكن من الحاجات اللي مثلا السلبيات اللي لازم نشوفها ان انا ما ينفع خط الدفاع بتاعي ما بيحطش عينه في الكرانل او في الكور العرضيه مع اللعيبه اللي انا ابقى عارف ان عندي مشكله معاها يعني انا عارف ولعبتي عارفه كلها ان اوباما بيلعب الكور دي طب وانا ماسكه فين؟ انا عايز اقول لك يعني محمد شحاته ما انت شايفه يا محمد انه عمال يروح لك الناحيه دي حد يغطي معاه حد الحمد لله انه ما غطاش طبعا لانه لو غطى كان بقى جون بس يعني انا قصدي عشان بعد كده عندي مشكله في العرضيات لازم عيني تبقى مع المهاجمين دي مهمه جدا يا كابتن. جميل. في ماتش الاهلي انا ما استهنش برضو رقم الاهلي مش في اعلى مستواه لكن ما استهنش من بعض الموجودين عندي طاهر محمد طاهر جاب جونين الماتش اللي فات فالراجل اكيد هيلعبه اخد بالي منه لانه عنده كلمه الاهلي مش في مستواه دي كلمه رد عليها النهارده جوميز خلي بالك دي من التابوهات اللي زي بيراميدز افضل سكواد جوميز النهارده قال انا بنزعج جدا لما حد يفضل يقول اصل المنافس مش في احسن حالاته اصل كان لا ده فريق كبير واي مكان ده ديربي اسمه ديربي الزمالك والاهلي فرقتين قضاه الكره المصريه فما فيش حد يستهين باي حاجه لو كان مش في افضل حالاته ما كانش خد مثلا بطولات احنا ما احنا ما بنستهينش بيه بس احنا بنقول لك الناحيه الفنيه اللي انا عندي عقيده كده في الدربيات القتال الروح الالتحامات الفرديه تكسبها تكسب الديربي مع بدايه المباراه كده تبقى مغلفه باحترام المنافس. طبعا هو لازم تحترم المنافس هو في لعيبه عندك في 4 5 طبعا برضو لسه فيهم القلق طبعا زي حسين الشحات انا راجل من الناس اللي بتعمل حساب لحسين الشحات بقول لك كان علي معلوم بس ما بيلعبش طبعا عمر كابتن عمر جابر اللي هيلعب بكره ان شاء الله باذن الله بكره ايه اللي مطلوب منه يعمله عشان يوقف خطوره حسين الشحات؟ هو لعب قدام حسين الشحات الماتش اللي فات عمر جابر وحسين الشحات ما عملش حاجه تقريبا يعني ان شاء الله تتكرر. هو ميزه عمر جابر مع حسين الشحات حاجه غريبه جدا ان الاثنين نفس الطول ونفس الحجم ونفس السرعه ونفس طريقه فانت لما تيجي ترقص واحد انا لو انا قصير وبرقص واحد طول اعرف منه لكن ما اعرفش رقص اللي طول يعني عشان كده دايما يقول لك ايه الحريف قوي هات له واحد طوله يبص معاه يبقى قريب منه على الارض. فهو عمر جابر بيعرف يوقف له كويس. هو حسين شحات مظلوم في حاجه ان كان دايما يساعده علي معلول وبيعملوا ال1 3 ويطلعوا مع بعض هو ما مش عارف يعملها قوي مع يحيى عطيه الله ودي ميزه لينا احنا الحمد لله. فمش هيبقى فيه 2 على 1 على عمر جابر كتير زي ما كان بيحصل مع علي معلول. ده بالنسبه لعمر جابر يعني. طيب لو بصينا كمان ان جوزيه جوميز شايف المباراه صعبه ايه النصيحه اللي يوجهها للعيبه؟ هو طبعا ده دوره اكيد احنا مش هنقول لكن انت تتمنى ايه الجمل او الرسائل اللي يوجهها للعيبه في مباراه بكره قبل المباراه كده في اخر محاضره؟ كويس. واحد زي ما انا قلت لك كده ان احنا عندنا مشكله نفسيه هنتغلب عليها وهنخليها هدف لينا عشان ناخد التارجت بتاعنا في الماتش هنحول المشكله لميزه عندنا سبيريت وروح حاجات دي لازم يلعب عليه وهو عنده الحته دي شفنا له كذا تسجيل في اوضه اللبس يا كابتن في كذا ماتش بين الشوطين بيشتغل بنفس طريقه جوارديولا اللي هي انا هعمل وكذا بالطريقه اللي هي بتدي
روح للعيبه وبيحفزهم من جوه جوه. هو طبعا دارس، واضح انه دارس حاجات علميه وسي ار ام ومش عارف ايه وهكذا، فهو دارس الحته دي. فلازم زي ما انا قلت لك الحته دي نحولها لهدف لينا، ونتخيل كل المشاكل اللي حصلت، انه اخواتنا او صحابنا دول عندهم مشكله، ان شاء الله يحتفلوا معانا باذن الله، الناس اللي شتمتنا، الناس اللي شتمت نادي الزمالك احطهم في دماغي وانتقم وابتدي العب وهكذا. دي اول حاجه. تاني حاجه زي ما انت قلت اللي هو الاهتمام بالمنافس برضه، ودي له احترامه، وناخد بالنا من النقاط القوه بتاعته المعروفه اللي هي وسام علي بن علي وحسين الشحات وبيرسي تاو مثلا لو لعب، او طاهر محمد طاهر، هم دول هيبقوا اخطر لعيبه لو جات لهم كوره. هو نادي الاهلي الماتش اللي فات جات له ثلاث كور، جاب منها الجون بتاعه، هو ما جابش غير ثلاث كور بس. كان عنده بعض النقاط برضه اللي لازم ناخد بالنا منها، ان عنده كان الاهلي في بنايه الهجمات لعب 50 كوره لقدام يا كابتن، لانه مش عارف يبتدي من ورا. فهيبتدي يقول لهم النادي الاهلي عنده مشكله في نقل الكوره من ورا لقدام، فهيبتدوا يلعبوا كور طويله. كان عندهم شوبير بيلعب رجله حلو قوي، فكان بيوصل الكوره، محمد الشناوي هيروح لعبها طويله جدا لقدام، فناخد بالنا عشان ما يبقاش فيه غلطات عندنا في الدفاع. دي برضو حته مهمه جدا كنا لازم نوضحها لخط الدفاع بتاعنا. امام عاشور حاليا هو بيدور لنفسه على دور وينج ليفت او بلاي ميكر بتاع، فممكن جدا عايز لصالح جمهوره، فناخد بالنا من انطلاقاته من ورا لقدام، الشوط على الجون ما نديلوش الفرصه انه يشوط على الجون. لو لعب قفشه في اخر 20 دقيقه بينزله دايما في الدقيقه 65، ناخد بالنا منه، عشان المره اللي فاتت في الماتش الاولاني خالص اللي هم كسبوا فيه كان الاهداف بتاعت الاهلي بسبب قفشه، ما حدش كان ماسكه، ناخد بالنا منه ومن تحركاته لو نزل في الدقيقه 65. عنا عليه، حد عينه عليه، محمد شحاته مثلا او زياد كمال عينهم على قفشه لما ينزل. ان الباك رايت والباك ليفت بكره مش هيحققوا، مش هيعملوا لنا مشكله كبيره قوي في نادي الاهلي، واخد بالك. فالحاجه الثانيه بقى اللي انا عايز اقولها، ان احنا نشوط كتير ونلعب كوره عرضيه كتير، نستغل ان عوده كابتن محمد الشناوي او محمد الشناوي من الاصابه بتاعته. مش عيب ان انا، هو عنده مشكله في ايده، عنده مشكله في وشه او حاجه، يعني مش ممكن يعتمد على شوبير؟ لا مش هيقدر يعتمد عليه، هيلعب في الاغلب مع محمد الشناوي. محمد الشناوي عنده مشكله في ايده لسه ما خفتش قوي بنسبه 100%، فما بيقدرش يفرد ايده على الاخر، ما بيطلعش في الكور العاليه باريحيه، فاحنا نستغل الحته دي.